نروح بسرعه نشوف بعض الاخبار السريعه، واكيد هنبدا بالنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بيواصل الاستعدادات لمباراه مهمه جدا على مستوى المشوار الافريقي مع شباب بلزداد. الحقيقه النهارده النادي الاهلي خاض مباراه وديه مع فريق سموحه استعدادا للمباراه اللي جايه، والحقيقه الفريق قدم مباراه كبيره، يعني مباراه ممتازه جدا على مستوى المباريات التجريبيه. حضراتكم عارفين المباراه البلوزداد ان شاء الله باذن الله يوم 16 يوم الجمعه اللي بعد اللي جاي هتكون في الجزائر. النهارده كان الحقيقه مباراه وديه مع سموحه، والحمد لله النادي الاهلي يعني عمل مباراه جيده، كسب 2-1، وكان طبعا موديست جاب هدفين. الحقيقه موديست كمان ماشي، مش عايزين يعني نمسك الخشب، ماشي بشكل كويس قوي. النهارده لعب المباراه واحرز هدفي المباراه، والنادي الاهلي كسب سموحه 2-1، لكن كمان كسبنا عناصر واعده من اللعيبه الصغيره اللي حضراتكم شايفينها ديت، مواهب النادي الاهلي من القطاع اللي كانت عندهم فرصه ذهبيه الحقيقه الفتره اللي فاتت لوجودهم مع الفريق الاول، وتم قيد فعلا بعض اللاعبين منهم على المستوى القائمه الافريقيه. النهارده متواجدين كمان استعدادا وبيواصلوا تدريباتهم مع كولر، بيتابع كل صغيره وكبيره الحقيقه في التدريبات مع جهاز المعاون، وان شاء الله باذن الله اللعيبه دي تبدا يعني تحط رجليها في الملعب، وان شاء الله هينضم ليهم اللاعبين الدوليين يعني بعد رجوعهم بالسلامه، اذا كان بنتكلم على بيرسي تاو نتمنى له التوفيق في المباراه قبل النهائي. لكن النادي الاهلي يعني بيستعد بشكل جدي جدا لمباراه شباب بوليسداد، ومستوى على مستوى اللاعبين. والنهارده خبر سعيد كمان جدا ان رضا سليم كمان شارك في جزء من مباراه النهارده، والحقيقه رضا سليم من اللعيبه المميزه جدا وظهرت بمستوى رائع منذ قدومه للنادي الاهلي. النهارده كان متواجد مع فريق النادي الاهلي في مباراه سموحه، موديست طبعا احرز هدفين. طبعا غياب وسام ابو علي للاصابه شد في العضله الخلفيه، ان شاء الله ما تطولش الامور، ممكن تاخد اسبوعين 10 ايام وان شاء الله يكون متعافي. النهارده كمان علي معلول بعد ما تعرض لنزله برد منها، النهارده كمان نزل الملعب وشارك في التدريبات الاساسيه بالاضافه لرضا سليم. وزي ما بقول لحضراتكم الكل بيستعد على قدم المساق لمباراه شباب بوليسداد، يعني شباب بوليسداد الجزائري في مباراه صعبه. طبعا حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي على قمه المجموعه بخمس نقاط من ثلاث مباريات، و يانج افريكانز كمان عنده خمس نقاط بس من اربع مباريات. النادي الاهلي هيلعب مع شباب بوليسداد في الجزائر في الجوله الخامسه، عنده كمان ميدياما في غانا في الجوله الاخيره، هيقابل فريق يانج افريكانز. الموضوع صعب يا جماعه، هتلعب شباب بوليسداد في الجزائر، ثم عندك ميدياما الغاني في غانا، ثم المباراه الاخيره في دور المجموعات امام يانج افريكانز في القاهره. مشوار صعب ما فيش شك، لكن النادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله انه طبعا يصعد من خلال هذه المجموعه، لان المشوار الافريقي دايما دور المجموعات يعني بيبقى فيه بعض العقبات شويه، لكن ان شاء الله باذن الله الامور في ايدينا ان شاء الله باذن الله، بدايه من مباراه شباب بوليسداد ان شاء الله نفوز فيها، نطلع على ميدياما ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه، ويكون اخر جوله مع يانج افريكان في القاهره. النهارده عندنا كلام كتير المهم في حلقتنا مع زي ما قلت لكم محمد الليس، هنتكلم معاه في كل حاجه، ويعني ان شاء الله يعني حلقه تنال اعجاب حضراتكم، حاجات كتيره جدا جدا معانا النهارده. هنتكلم كمان على المنتخب رؤيته ايه اللي يعني اللي الفتره اللي جايه هتكون ازاي في منتخب مصر وعلى مستوى المنتخب المصري، كل ده هنشوفه ان شاء الله مع ضيفنا.